سنة على العربية واقف يبيع منبار وسمين. دلوقتي بقى معروف جداً وعلامة من علامات عابدين. لو رحت مرة وكلت هناك لازم في يوم هتروح راجع. مين فينا عمره ما جرب يوم وحب أكلات الشارع؟ شوف عم سيد طول عمره واقف هناك بعربيته، من كتر وقفته في الشارع الشارع اتحول بيته. أهلاً. أهلاً أستاذ. ازيك يا عم سيد؟ أخبارك يا عم سيد؟ إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، محمد الله، الحمد لله. دي عربيتك الجميلة؟ الحمد لله. أسمع عنك كتير يا عم سيد. الله يخليك يا عم. أسمع عنك كتير. ده شيء شرفت. تعالى تعالى نقعد، اتفضل اتفضل اتفضل. أنا لأن شفتك مصور مع الحاجة قبل كده. مع مامتي؟ آه. من زمان بقى. من بدري، كان الواحد لسه شباب. هو أنت كبير قوي يا عم سيد؟ أنت عندك قد إيه؟ 72. ما شاء الله، الله أكبر، ده مش كبير يا عم سيد. الشباب بيبدأ بعد 60. صح كده. الحياة التانية، الفرصة التانية تبتدي بعد 60. بتكوني فوقتي بقى عيل جوزتيه، عيلة جوزتيها. ها. ما فيش إلا أنت والمدام. والمدام. والبيت. آه. طب أنت عملت إيه؟ جوزت عيالك؟ الحمد لله، أنا عندي 4 أولاد متجوزين ومخلفين. صبيان ولا بنات؟ مين ولادك؟ لا، ولادي صبيان. احكي لي بقى على العربية، يعني أنت مثلاً اللحمة اللي بتجيبها دي والحاجات اللي بتجيبها، بتجيبها منين ومن معلمين شكلهم إيه؟ لا، أنا بروح المذبح الساعة، بصحى الساعة 6 الصبح. تصحى 6 صباح؟ 6 الصبح. ها. بطلع المذبح. ها. بتاع البساتين. ماشي. لي عميل مخصوص. راجل واحد. العميل ده مخصوص، ما تقدريش تغيريه. ليه؟ لان عارف انت بتاخدي ايه، وعارف حاجتك ايه وطلباتك ايه. عارف طلبات العربيه. يعني ممكن ارن عليه انا طالع احجز لي كذا. هو الدبيح هيبقى عارف ان عم سيد هياخد الطلبات دي. الجزار ذات نفسه. ها. بيبقى عارف، وهو بيلم الدبيحه بيبقى عارف سيد عايز كذا، فلان عايز كذا، فلان عايز كذا. لازم يكون ليك عميل واحد بس. ليه؟ عشان هو عارف انت عايز ايه. انت العربيه بتاعتك دي بتبيع ايه وايه وايه يا عم سيد؟ ببيع لحمه راس. لحمه راس. لحمه راس اللي هي راس العجل اللي هو بقى الخضوع. لا، العجل لا. امال ايه؟ انا ببيع لحمه راس ضاني. ضاني بس. ضاني. اللي هي الحته دي مثلا دي تجيبها. ايه يتاكل في الراس ده؟ تجيب كل لحمه الضاني كلها حلوه. ها. ده كده وده كده. ده بتبقى فيها جبهه وبتبقى فيها جوهره. جوهره مخر. اللي هي العينين. الجوهره اللي هي العينين، والجبهه اللي هي دي هي. واللسان طبعا معروف. واللسان معروف. والمخ معروف. معروف، يعني هو لسان ومخ واللحوم دي. ودي ده اللي بتبيع. جبهه وجوهره ومخ ولسان. ولسان. ومنبار، وطبعا الكرشه والفشه دي التشكيله بتاعتهم. ها. وبقيه الاكل ايه هو؟ اشرحه. وبقيه الاكل جبهه وجوهره ومخ ولسان. ده بتحضره ازاي؟ بتسلقه مثلا؟ اول حاجه النظافه. النظافه تغسل بايه؟ اول حاجه دي النظافه، يعني تفضلي طول النظافه دي لمدى الحياه، بالذات في اللحمه اللي من النوع ده، الحلويات وال. لان لو الحاجه مش نظيفه وانت بتشربي شويه الشوربه بتبقى زفره. زفره، مظبوط. واخده بالك؟ مظبوط. فاهم حاجه النظافه. ها. يليها النفس. انت بقى نفسك حلو في الاكل. نحمد الله، ده من فضل ربنا. بتحب الطبيخ؟ طبعا. اهم حاجه بحب صنعتي. بتحب كده؟ طالما بتحب صنعتك هتديكي. ها. ما بتحبش صنعتك خلاص. وانت بتحضر كله في البيت؟ يعني احنا وصلنا لانك انت بتروح البتاع تجيب. كنا بنشيل الاول، كنا بنشيل البنيكه على دماغنا. برنيكه ده اللي هو تشت عالي كده شويه، صح؟ لا، هي بتاع مدوره كده خشب. وليها حاجه عاليه كده بتتحط عليها. وكنا بنشيل كل الحاجات اللي انت شايفها سيرتك على العربيه دي في البرنيكه دي، بتتحط دي وبتشيليها على دماغك. ها. وكنا بنشيل، كنت بقى في وسط البلد. ها. في شارع سندوتشات. شارع الشريفين. عارفه طبعا طبعا. شارع الشريفين اللي زعل قديم. طبعا. ولما اتطورت العمليه عملنا العربيه، بقى لي بتاع 40 سنه هنا. ايوه، بتقف في الحتات. كان ليا زبوني. وفي زبون لغايه دلوقتي من الناس الكبيره يسال عليك هنا. وبتجيلي. انا في ناس بتجيلي من مصر الجديده. في ناس بتجيلي من المهندسين. طب احكي لي. انت بتجيب اللحمه دي وبعدين ترجع بيها البيت. لا. كل قد ايه تجيبها؟ لا، يوميا. يوميا تروح المذبح. هقول لك ليه. لو جبت كيلو لحمه وخليتيه في التلاجه في الفريزر غير لما تجيبيه طازه وتطبخيه. مظبوط، بس مشوار عليك يا عم. لا، مش اتعب. بس اشتغل الصح وتحرك العربيه. وحرك العربيه بس مش بعيد من لا هنا. لا لا، مش بعيد. مش بعيد. هنا اهل الخير كتير بيساعدوني. يزقوا معاك. بيساعدوني، ما تسيبونيش لوحدي.
ساعدوني لغايه هناك، ودوها لغايه هناك. طب انت مخلف اربع رجاله، مفيش راجل من دول يزق العربيه معاك؟ ما انا هقول لك على حاجه. هقول مفيش، كل اول حاجه ربنا يعينهم على وقتهم. صحيح. ثاني حاجه ان مفيش واحد شرب الصنعه دي، ما حدش حب الصنعه. ولو جبته معايا غصب عنه مش هيديني. لا طبعا، هو مش عايز يقعد. لازم يكون حبيبها. تيجي نحرك العربيه ونكمل كلامنا واحنا بن تحت امرك، واحنا كده بنزق. أنا تحت يمكن أمرك. ربنا يكبر بخاطرك وتبيع على وش. الله يخليك. الله يخليك. يلا يلا.